جودت، بس فكر على القليلة بولادك، كيف بدكم تطلقوا بعد هالعمر؟ أمي، من لما رجعت كضابط يوناني ما حدا فيكم احترمني ولا حدا عمل اعتبار لوظيفتي ومكانتي. كل حدا بهذا البيت ما عم بشوف غير مصلحته بس، هيك أفضل للكل. من وقت اللي رجعت وأنا ناطرة إنك ترجع لطبيعتك. أنت ابن الرائد عباس، الرائد جودة اللي قاتل بسيلانيك ودافع عنه. بس شوف شو صار، شوف أنت واحد خاين، خنت وطنك وخنت حيلتك يا جودة، وأنا ما رح سامحك. بيقولوا الأم ما فيها تكره أولادها لو شو ما ساووا وغلطوا بحقها، بس أنا ورب العالمين شاهد علي، أنا تبريت منك، تبريت منك، أنا تبريت منك، وما رح سامحك بحياتي.